الرئيس السيسي يوجه بتجهيز طائرتي مستعدات طبية للشعب اللبناني لإرسالهما لبيروت بشكل عاجل. مجلس الوزراء اللبناني يعلن فرض الطوارئ لمدة أسبوعين بالعاصمة بيروت. مصر ترسل خطاباً للاتحاد الأفريقي يؤكد رفضها الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا بسد النهضة. الثامنة مساء، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، حيث يجرى تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل. وكان الرئيس السيسي قد أجرى اتصالا بنظيره اللبناني ميشيل عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير باستمرادي أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدته ودعمه في محنته. قالت وزارة الخارجية إن السفارة المصرية في بيروت مستمرة في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين هناك ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم. وأعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفارة بوفاة مواطنين مصريين جراء الانفجار واختفاء آخر، مؤكدا استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنين المصريين إلى أرض الوطن. أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت، وقالت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء طلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت، وأضافت أن السلطة العسكرية ستتولى المحافظة على الأمن في بيروت، كما أعلنت اعتماد تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا. قرر مجلس الأمن عقد جلسة طارئة الاثنين القادم بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات انفجار بيروت. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد التزام المنظمة بدعم لبنان في هذا الظرف الصعب وتقديم المساعدة اللازمة له للتعامل مع هذه الكارثة، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة وكذلك مشروع تنمية سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والدولة للإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التوسع في المشروعات الزراعية لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه. كما اطلع الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري، موجها بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر. كما وجه الرئيس السيسي بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، وشهد الرئيس السيسي أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير المخططة للمنطقة التي تهدف إلى إعادة المنطقة لسابق عهدها كمنتزه سياحي وتاريخي عالمي. ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من هذا المشروع خلال عام وأن يتم تنفيذه على أعلى مستوى.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أرسلت مصر خطابا إلى جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 من يوليو 2020. وتضمن الخطاب الذي أرسلته مصر رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظيريه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 من يوليو الماضي، والتي أكدت مصر خلاله على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة. نهاية الموجز، وفي الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11.785 رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.